انت عملتي ده ايت؟ عملت ايه؟ انت مش عارفه انت عملتي ايه؟ ايتن عايز اتكلم معاكي. معلش يا انكل، انا تعبانه جدا مش قادره اتكلم في حاجه بصراحه. تعبانه ولا مش عايزه تتكلمي معايا؟ قوم يلا. يلا حبيبتي قوم. يلا يلا قوم. اتفضلي يا روحي. ها قولي لي بقى يا ستي، ايه اللي حصل؟ ما اكيد مروان حكى لحضرتك. انا بسمع منك. بصراحه بقى يا انكل انا زهقت جدا. دي طريقه نتكلم بيها؟ بيقول حاجات بتضايق وبيعمل تصرفات بتضايق جدا، وحضرتك لو كنت موجود كنت لقيت ان انا عندي حق في اللي بعمله. ده بيقول عليا موظفه في الشركه. انكل انا عمري ما حسيت ان انا موظفه في الشركه دي. انا عمري ما حسيت ان الشركه دي مش شركتي. هو صحيح يعني حضرتك ليك فضل عليا طبعا، انا ما اقدرش انكره، بس بما ان استاذ مروان هو صاحب الشركه
وهو مديرها، هو اللي بيدير كل حاجة، فهو اللي بيحدد طبعا مين يقعد ومين يمشي وإيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. فخلاص أنا وجودي ملوش أي لازمة، كل اللي بعمله في الشركة ملوش أي قيمة. فأنا بقى شايفة يا أنكل إن أنا أمشي بكرامتي أحسن لي بكتير. بعدين بصراحة يا أنكل أنا زي ما مامي بتقول، في الآخر هبقى على ذمة راجل وهيبقى ملزوم بيا، يعني أنا مش خسران أي حاجة. تعالى. اعتذر لأيضا. لا يا أنكل، الموضوع مش موضوع اعتذار. مش عايز أسمع ولا كلمة. وأنا مش هعتذر لحد. أنت تسمع اللي بقولك عليه وأنت ساكت. ليه يعني؟ كلب بتجره ولا قطة مربيها لازم تسمع الكلام وتجري تتمحك في الهانم؟ ليه بس كده يا مروان؟ دي أيتن أختك يا حبيبي. على فكرة بقى مش أختي ولا حاجة. وبعدين يا بابا أنا معترض على كل اللي بيحصل ده. لما أنت معترض على كل اللي بيحصل وشايف نفسك حاجة تانية غير الناس، انزل الشركة يا أخي واقعد معاها وإيد في إيد. أروح أعمل إيه يعني؟ أقزقز لب ولا أرغي مع الموظفين؟ يا بابا الناس اللي شغالة هناك عارفين إن الشركة دي ليها مدير واحد، الهانم اللي أنت ركبتها على قفايا. عن إذنك يا أنكل. على فكرة يا مروان أنا زعلانة منك، ما يصحش يا حبيبي الكلام اللي أنت بتقوله ده، إحنا هنا كلنا بنحب. عن إذنك يا حبيبي. اتفضلي يا روحي. اتفضلي. أنت غبي. بابا أنا شايف إنك تنزل الشركة من بكرة وتقعد وتحط صباعك في عين التخييم. يا بابا أنا شايف بقى إن أيتن عايزة تكوش على كل حاجة، حتى لو طنط زينب مزيها، بس أيتن بتفكر كده. أنت تسمع اللي بقولك عليه وبكرة هتفهم كل حاجة. لا أنا عايز أفهم كل حاجة دلوقتي حالا، أنا مش قادر أستوعب أنت إيه الثقة اللي مديها لهم دي كلها. أنا ما بثقش في حد غيرك أنت، بس أنت ما تعرفش حاجة، في حاجات كتير أوي أنت ما تعرفهاش، ومش هتعرف إيه اللي بيحصل غير لما تعرف وتفهم. عشان كده لازم تسمع كلامي وتنزل الشركة، الحاجة اللي ما تعرفهاش تجيلي أعرفها لك، فاهم؟ أهلا أهلا يا ميرا، أخيرا يا حبيبتي. أهلا يا حبيبتي. ماما هي الرسالة ما وصلتكيش؟ رسالة إيه؟ ما وصلناش أي رسالة. ما أنت وصلت حاجة يا مامي؟ لا يا حبيبتي ما فيش حاجة. هو في إيه؟ بابا مات يا بابا. معلش يا حبيبتي، البقاء لله. معلش يا حبيبتي. اهدي اهدي خلاص، اهدي اهدي. ايه العياط ده كله؟ عملت كده ليه؟ معلش يا حبيبتي معلش. هو عيطك ده هيرجعه مثلا؟ حاجه وحصلت وخلصت خلاص، الله يرحمه. لا حول ولا قوه الا بالله. البقاء لله. حصل امتى؟ امبارح. انا ما كنتش هاجيب، بس كمالي هي اللي اصرت اني اجي اقول لكم. انا ماشي رايحه فين بس؟ ما ينفعش اسيبهم في ظروف زي دي يا ماما خالص. تسيبيهم مين يا بنتي؟ ده بيتك انت، كنت قاعده خلاص عشان ابوك هناك، لكن خلاص هو مات الله يرحمه. يمكن قلقانه مني ولا مكسوفه ولا حاجه؟ لا خالص يا ممكن، حضرتك حد محترم، بس انا ما ينفعش اسيب اخواتي في ظروف زي دي. انا حتى بعت مسج لماما تقريبا هي ما شافتهاش. انا همشي بقى يا ماما. يا حبيبتي استني بس، ما ينفعش اسيبهم لوحدهم يا ماما. انا هوصلك. لا شكرا. لا شكرا ايه، هوصلك طبعا. مات يا ماما، مات. معلش معلش يا حبيبتي معلش. Thank you.
طلقني. سمعتها؟ طلقني. انا قرفت منك ومن عيشتك. انت عمرك ما هتبقى حاج، هتعيش وتموت شحاف كده، مستني العلاوه من الحكومه ومستني الحسنه اللي اديها لك سيدك المدير. المفروض اعمل ايه يعني؟ ايه اللي المفروض اعمله وما عملتوش؟ تعمل ايه؟ مش عارف يا حبيبي تعمل ايه؟ تعمل زي الرجاله اللي بحق وحقيقي، اللي مهنيين نسوانهم ومستتينهم. انا مش عارفه ايه اللي خبطني في دماغي وخلاني اتجوزك، وانت متجوز ومخلف من اساسه. لم لسانك احسن لك. مش هلمه. ليه؟ راجل ولا راجل لا سمح الله؟ ده انت مجوعنا ومعريه. زينب! ايه؟ انت طالق! خرجت من الجنه يا خاي؟ يلا في 60 داهيه تاخدك، كان يوم اسود. يلا يا بنت هاتي اختك معايا. انا مش همشي من هنا، هقعد مع بابا. خايبه زي اللي جابت. يلا يا بنت. انت مش هتاخدي البنات. بقول لك ايه يا حبيب، لما تعرف تاكلهم الماما وتاكل نفسك الاول ابقى خدهم. يلا يا بنت بلا قرف. ما تخافوش يا بنات، بابا هيفضل معاكم، هتبقوا في حضنه على طول. ايه سامع؟ ازيك عامل ايه؟ لا لا تعبانه شويه بس. انت فين؟ لا لا خالص بالعكس، انا عايزه انزل. تعال نخرج. اوكي يلا باي. مش عايزين تاكلوا؟
اكل ايه بس؟ ميلو نفسي دلوقتي. بقول لك يا كاميليا، بكره هنزل الوزاره اشوف بابا كده لا يكون مستلف فلوس من حد سددها له. انا كنت هعمل كده من الصبح غير ما تقولي. كاميليا خدي الخاتم ده بيعي وخلي فلوسه معاك. خليه معاك، لو احتجت فلوس هبقى اطلبه منك. ايه مالك يا نجلة؟ مفيش اي حاجة. سمر، انت كلمتي خطيبها؟ اه والله كلمته بس ما ردش. ده بقاله اكتر من اسبوع ولا بيكلمها ولا بيجي لها. ايه يا اختي الرجاله دي؟ بقول لك ايه، انا هنزل اروح له، يمكن عيان ولا حاجه. انت عايزه تقولي حاجه؟ مش عارفة والله، بس شكله كده عارف بمراتها، ما احنا كان لازم نقوله بصراحة من الأول. هي اللي كانت مصرة، بابا قال لها لازم تقولي له، قالت إنها مستنية الوقت المناسب. الحاجات دي لازم تتعرف من الأول. طب أنا ممكن أكلمه تاني؟ كلميه من رقم غريب ولا حاجة، يمكن يرد. محدش يكلمه، أنا مش عايزاه خلاص. وعلى فكرة أنا مش مريضة، الدكتور قال إن دي بس شوية كهربا مش أكتر. على فكرة مكنتش بحبه، أنا بس كنت عايزة أتجوز عشان أشيل الحمل من على بابا مش أكتر. بس بابا خلاص راح. لو عرفت إن في واحدة فيكوا كلمته والله هسيب البيت وأمشي. ما تزعلوش منها، ما تقصدش. هي مروه فين؟ شفتها مع حنان، تلاقيها خدتها عنده. انا هروح ابص عليها وهعدي على عجم جمال عشان كنت عايزاه. ميرا اتاخرت، وانت فاكره انها هترجع تاني؟ تلاقيها ما صدقت. هي اصلا كانت عايشه معانا عشان خاطر بابا. ابي قابليني بقى لو شفتيها او سمعتي صوتها تاني. طول عمري اقول مفيش غيرك في الحاره دي يا غاليه، يا بنت الغاليه. اه يعني قلبي بيتقل جامد قوي قوي، تعبان سلامه قلبك يا خالتي. والنبي ما حطيت حاجه في بقي من الصبح. الصبح ايه؟ من امبارح وقفت انا وقع كده، حاسه اني هحصله. اخي بعد الشر عنك يا رب، ربنا يديكي طول العمر. مش عارفه ليه حاسه ريحه السمك في نخشيشي كده النهارده. خلاص النهارده اكلك احلى سمك. لا اكل اكل، لا لا، ده انا اخويا لسه ميت، ما يصحش. ومال الاكل بس ومال الزعل يا خالتي؟ يعني انت شايفه كده؟ امال ايه؟ خلاص انا بصدقك. بنت كاميليا جاية هنا بتعمل ايه؟ جاية بتعمل ايه دي؟ بصراحة يا خالتي كاميليا دي ما بتنزلش من زور. مش هي بنت اخويا وانا عمتها؟ اما بشوفها بيركب لي 600 عفريت. اوعي. رايحة فين يا خالتي؟ ايه؟ هروح اشوفها بتعمل ايه؟ هو يعني علشان اللي شاكمهم مات يبقى ما فيش حد؟ على ما انت تحضري السمك هكون انا شفت ايه اللي بيحصل وارجع لك. ماشي يا خالتي. مروه، انا فاهم ايه اللي انت عامله في نفسك ده. طب اهدي بس، وانا تعالي نطلع فوق وانا افهمك. اهدي دي يا اختي، شايفاني مش قدرت في شعري؟ كاميليا وطي صوتك، ما تفتحناش في الشارع، اطلعي افهمك كل حاجه فوق. اتفضلي يا هاني، اتفضلي يا رب تفهميني. اتفضلي. شوفي البنت لابسه ايه وعامله في روحها ايه.
ده جتة ابوها لسه ما بردتش. لا انا ما اسكتش على كده ابدا. انت اتجننتي كمان يا؟ انا اللي اتجننت ولا انت اللي عايزه تفضحينا؟ بقول لك ايه، الشويه دول ما تعملوش معايا انا. ما تفرديش قولك عليا يا كمالي، اقسم بالله العظيم هسيبك في حالك. انا ابويا الله يرحمه عمره ما عمل كده معايا ولا مد ايده عليا. يا بنت ابوك انت عملتي له حساب؟ عملتي حسابي بان الراجل لسه دافنينه؟ اهدي بس وانا هقول لك. تقولي ايه يا حبيبتي؟ ما تقوليش حاجه، انا مفيش حد له حاجه عندي. وبعدين يا كمالي، هو انت فاكره نفسك هتزعلي على ابويا اكتر مني؟ صوتك الناس حرام عليك. امك فين يا حنان؟ في ايه بس يا خالتي؟ انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل. امك فين؟ لا ما انا مش رباط جزمه، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وانت يا سنيوره ناويه تاخدي عزا ابوكي كده بالاحمر والاخضر؟ لو سمحتي يا عمتي خدي بعضك وروحي وسيبيني انا واختي نولع في بعض. لا روح ايه؟ ايه ده؟ هو انت يعني عشان ابوكي مات فاكره ان مفيش ظابط ولا رابط؟ لا اذا كان امك ما عرفتش تربيك الله يعينك. احترمي نفسك وما تجيبيش سيره امي على لساني. انا بقول لك اهو، انا عماله اقول لك عماتي عماتي بس عشان خاطر ابويا، لكن انا يا اختي مش شايفه لك اماره. انت مالك ومال امي؟ هي لما كانت ماتت كنت شفتي حد فينا محتاج حاجه؟ عملتي حاجه؟ قولي قولي، ما انت بكحه وقادره. انا مش بكحه ولا انا قادره، بس انا بقول للنهر انتعور في عينك. وبعدين تعالي هنا، مش قلتي لابويا اني على قرب على دماغه قرب وبتخر على دماغه؟ يا اختي ابعدي عنا وسيبيني انا واختي وتخر على دماغي. ابعدي عننا بقى. لا اروح فين وسمعه اخويا؟ بقول لك يا سيده وعزه جلال الله، لحد النهارده انت ما تعرفناش انا ولا اخواتي. اذا كانت كاميليا عامله لك حساب وساكته فانا مش هسكت كلمه تانية، وهسمع الحاره صوتنا تبقى فضيحه بجلاجل. والله ماشي ماشي يا بنات عبد العزيز. وانت يا حبيبتي بلاش الغل اللي جواكي ده، مش عشان ابن اسم النبي حارسه مرضيش بيكي تبقي مليانه غل كده. امشي خلي من وشي احسن، وحياه ربنا انا قدامك وتتلم. ابعدي عني امشي. والله العظيم عبك كده عبك. تحبي نروح نقعد في حته عشان تشربي حاجه وتهدي اعصابك شويه؟ لا متشكره انا عايزه اروح. على فكره بقى شكلك مختلف عن ايتن تماما. ايتن طيبه وغلبانه انا متاكده، بس انا بصراحه شايفها ما عندهاش احساس خالص. لو سمحت. سوري انا اسف. على فكره ايتن احسن مني مليون مره، وانا متاكده ان هي زعلانه على بابا واكتر مني كمان، بس كل واحد بيعبر بطريقته. انا اسف جدا والله، انا قلت بس يعني هكلمك في اي موضوع عشان اخرجك من المود اللي انت فيه، بس واضح ان انا لبخت خالص. سوري. لا ولا يهمك. اتفضلي العربيه. اتفضلي. قلت يا ست جمالات؟ قلت لك ما باجرش. وبعدين بقى كفايه عليا سيده واللي عاملاه فيا. وبعدين ده راجل غريب، احنا ما نعرفش عنه حاجه، مش يمكن عامل عامله وجاي يستخبى عندنا. الناس بتبان يا ست جمالات، والراجل كان بايت عندي بتقال انا اعرف احكم على الناس. لا يا اخويا، الناس بقت عامله زي الترعه، من فوق ميه صافيه ومن تحت معكره ومطينه. انا مطمن. يعني على ضمانتك؟ على ضمانتي. طيب خلاص، انت عارف ان انت غالي عليا قوي. الله العظيم انا كنت عارف انك مش هتقولي لا. لا انا ممكن اقول لا، ده ملكي وانا حره فيه، بس انت برضو غالي عليا قوي. يعني يطلع يطلع. كتر الف خيرك يا ست جمالات وتشكر قوي والله. بس بقول لك ايه يا اخويا، انا واحده عايشه في سمعتها. يعني ولا حد يطلع فوق يسحب كده في نص الليل ولا دخان ازرق على السطح. خلي بالك. ما تخافيش والله ما تخافي، ولو حصل اي حاجه من اللي انت بتقولي عليه ده ارميني انا وشنطتي من فوق السطوح. ماشي خد. خلي بالك بقى عشان نبقى على نور كده، الاجره 300 جنيه في الشهر، واي يوم تاخير 20 جنيه في اليوم. ماشي؟ ماشي يا ست. متشكرين متشكرين يا ست جمالات. سلام عليكم. مع الف سلامه. يلا يا عبد الله يلا. ايه ده يا مروه؟ معقوله حد يعمل كده؟ الناس تقول علينا ايه؟ طبعا عمتك ليها حق تبهدلك وتمسح بكرامتك الارض. طب اعملي حسابنا على الاقل. من امتى دي بتعمل حساب لحد؟ دي ما بتفكرش غير في نفسها وبس. خلاص خلصتوا ولا لسه في حد عنده كلمه عايز يقولها؟ ولا في كلمه وجع حد في زور عايز يبخها تاني؟ انت شايفه ايه اللي حصل ده؟ صح؟ صح يا جبروتك يا شيخة. ايه عايزة انا اعمل ايه؟ شغلانة وجايالي اسيبها تروح مني؟
شغلي وابوكي ميت. ما عشان مات كان لازم اروح. ابوكي وهو عايش يا دوب كنا عايشين على قدنا. تقدروا تقولوا لي دلوقتي بعد ما مات هنعمل ايه؟ كان لازم اضمن وظيفه على الاقل اشيل همي من على كتفكم. كلها يومين وتيجي عمتك تقول انا فين حقي في الشقه؟ ما احنا بنات من حقها تورث معانا. بس خلاص كفايه ارجوك. لا مش خلاص. هو انتوا عاملين تقطعوا فيا على ايه؟ هو انتوا فاكرين هو سهل عليا ان انا اروح اقعد في شغل وابويا بيتدفن؟ انا كان من جوايا بيتقطع اكتر منكم كلكم. انتوا محدش حاسس بيا اصلا. والله ما قصدنا يا ماما، بس انت عارفه الحاره. وبعدين اللي عملتك عمليته ده ما كناش اصلا عارفين نفكر ازاي. خلاص يا مروه وحياتي، خلاص احنا مش ناقصين، احنا اللي فينا مكفينا. خلاص يا مروه احنا اسفين، ممكن تسيبونا لوحدنا شويه؟ ميرا الصراحه احنا قلنا انك منى. مروان ابن عم سمير صمم يوصلني عشان ما اجيش لوحدي. البقاء لله. اتفضل. متشكي مره تانيه ان شاء الله. براحتك. لا ازاي؟ اقعد اشرب حاجه. لا معلش مره تانيه، لو احتجتي اي حاجه كلميني في التليفون. شكرا. ايه اللي انت عملتيه ده؟ عملت ايه؟ صمم يوصلني هقوله لا؟ اسكت يا فرياش، دي البت كانت هتضربني. يا نهار ابيض، شفتي البنات الناقصه؟ البت حتى احمر واخضر واصفر. بابايا حبت عيني لسه ما ارتحش على توبته. يا عيني يا اخويا، عمرك راح حاضر. ضغط هيموتني. هفتانة وروحي رايحة، ما كلتش حاجة من امبارح يا اختي. اهو السمك اهو اللي اتفقنا عليه جبتهولك. سمك واخويا ميت. ومال السمك ومال الميت بس؟ عشان تاكلي وتقدري تسلقي طول. هو احمد يا خالتي خلاص كده سافر؟ سافر يا بنت، ده هيرجع هتلاقيه هنا. مين ده؟ النهارده هو بتاع شغل ده، هو عايز يقعد وياكل ويشرب وخلاص ويربي لحم. قال ايه؟ يسافر ويشتغل. والنبي ضحكتيني. هو اللي سافر بيرجع؟ هيرجع. امال ايه؟ انا قلت له مالكش دعوه بالستات الخواجات اللي بره، دول ورق خاص مش عود قصب زيك كده. بس ايه يا بت؟ بس ايه؟ انا مرسيه على كل حاجه ومتفقين. ما تقلقيش انت. بقول لك ايه؟ الله الله يا بت، اكلك حلوه حلاوه. ايه الجمال ده؟ النبي انا ما كنتش ناوي اكل خالص سمك بعد اخويا، انما عشان من ايدك. بقول لك ايه؟ انت تيجي الصبح وتجيب الفطار وانا هرسيكي على اللي قلتهوله. ايوه هتقولي لي ايه؟ هقول لك بقى اللي حصل. انا اتفقت معاه وانا بنت هبله اسيبه كده يمشي من غير ما اربطك في ديله؟ ده انت حبيبتي، ده انت الحته الجوانيه يا بت. ما تنسيش البدنجان. والسلطه. حاضر يا خالتي. ماشي يا حبيبتي، نتقابل الصبح ان شاء الله. نجيب الفطار. مش هتاكلي؟ بقول لك يا ده عادل. ايه لفت حواليك كده؟ ايه في ايه؟ تعالى ورايا. هتعمل ايه؟ تقلقش
يا عم احمد امني انت بس ومالكش فيه. عم اخرت هنبقى حراميه كمان. ما تخافش انا لازم اربي ابن الكلب. مش عارف اخرتها معاك انت ايه بس. تعالى عادل تعالى نط ورايا. يا عم انت هتعمل ايه؟ مالكش فيه نط ورايا. فلوس يا لا عادل فلوس يا بنت امك يا بلح. انصر دين دماغك يا بلح. شفت انا قايل لك المحاولات مش ممكن الواد ده يخبي فلوسه في بنك ابدا. بكره تعدي عليا من الفجريه من نجمه فاهم. يلا يلا معلم بلحه. يا معلم بلحه. نعمين. هو احمد سافر؟ سافر مات انا معرفش عنه حاجه ومش عايز اعرف كمان. ولو كان مات يبقى ربنا رحمه مني. اوكيشن ماشي يا معلم بلح. تصبح على خير يا معلم بلح. انت اهل ليه. لو شفته بعينيا الاثنين دول بس بقى. ايه بلح بلح هو اللي رماه صح يا حبيبي؟ رماه زي ما كان عايز يرمينا كلب. بس انا قلبي كان حاسس قلبي كان حاسس ان ابني عايش وقلب الام ما يكذبش ابدا. حبيبي يا ابني حبيبي يا ابني. بابا بابا بقول لك ايه؟ لا 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 الشنطه دي عايز اخبيها. ماشي لو خبيتها لي هجيب لك ابنك. حاضر. ماشي حاضر. ما مش راجل ما جبتهولك بس الشنطه دي فيها حياتي. حاضر. ما تفتحهاش خيرها. حاضر من عيوني وعد. يا جماعه والله العظيم ما هفتحها. ده انت رديت لي روحي وجبت لي خبر ابن عايش. عايز تشوف متولي. خليني بالك من الشنطه. على عيوني يا دناي على عيوني. ما تخافش اطمن يا حبيبي اطمن. خايفة. أنا كمان خايفة قوي. أنا هصحى الصبح مش هشوفه مش هسلم عليه زي كل يوم. أنا لحد دلوقتي مش مصدقة إنه بابا مات. الناس هتعمل فينا إيه؟ إزاي هنعيش من غيره؟ ده هو اللي كان مقوينا وهو اللي كان سندنا. أنا دلوقتي لما عايزة أتكلم هتكلم مع مين؟ لو زعلانة هشتكي لمين؟ هقول لمين؟ هو
واكيد ميت هو زعلان مني، اكيد كلامي هو اللي زعله، هو سمعني وانا بتكلم، كلامي هو اللي زعله، انا اللي موته يا منى، كلامي هو اللي موته. لا يا صبر ما تقوليش كده، ما تقوليش كده يا صبر. هو الوحيد اللي كان بيقول لي اني حلوه قوي، كان دايما يقول لي اني ست البنات. مين دلوقتي هياخدني في حضنه؟ مين هيحسسني ان الحياه حلوه؟ مين؟